بداية أنا ما عندي حتى مشكل مع حزب التجمع الوطني الأحرار ولا شي حزب آخر، لكن مزيان أننا نحلو هاد الخطابات الانتخابية وبعبارة أدق الدعاية الانتخابية اللي كتكون قبل الانتخابات ديال هاد الحزب وأحزاب أخرى. بطبيعة الحال كل حزب عنده التكتيك ديالو، عنده الاستراتيجية ديالو. بالبداية نقول لكم من ملخص بسيط على البرنامج ديال عزيز أخنوش، ومن بعد ذلك غادي نقدم اشنو اللي ما قالش والحاجات اللي قفز عليها ونقز عليها. ركز عزيز اخنوش على 5 ديال المحاور، وهي الخلاصات ديال برنامج 100 يوم و100 مدينه. قال بان الامر يتعلق باكبر عمليه استشاريه شعبيه مع المواطنين لمعرفه الاولويات ديالهم في المدن اللي ساكنين فيها. بطبيعة الحال البرنامج خلص إلى نتائج في نظره جد مهمة، لأن البرنامج من المواطن وغادي يرجع للمواطن اللي كيحدد الأولويات ديالو. قال حنا في مسار جيد وكيحضاو يعني الحزب ديالهم بواحد الجاذبية كبيرة وغادي يكونوا هما البديل. وقدم 10 ديال الخلاصات لهذا البرنامج و5 ديال المحاور لتنمية المدن بخطاب ديال المعارضة القديم وديال زمان اللي قال به بان الناس كانت كتاكل بها الحقوق على ظهر الفقراء. هكا سرد اخنوش ان سكان المدن المتوسطه ما راضينش على الوضع ديالهم وكيطلعوا لواحد الغد افضل، وان حاجه المواطنين محتاجين الى اصغاء المسؤولين والمنتخبين والادارات اليهم والحاجيات ديالهم والتعبير على التطلعات ديالهم. قال ثاني بان الاقتصاد كيشكل اولويه لكنه ماشي حل لكاع المشاكل، بارتباط مع الشعور الايجابي للمواطن وقدرته على الانخراط في الحياه الاجتماعيه وحاجه الشباب الى فضاءات اللقاء والتعبير على انفسهم والتعلم والمشاركه. تابع زعيم الاحرار بان الخلاصه السادسه كتعلق بكون احداث البنيه التحتيه الجديده توجد في صلب اهتمامات المواطنين، وان هناك اشكاليات محليه محدده مثل الحاجه الى الواد الحار والتزود بالماء او الاناره العموميه. بطبيعه الحال هذه الاولويات هي الكبرى للمواطنين. اخنوش قال بان الاهم بالنسبه للساكنه هو كيفيه تسيير هذه البنيه التحتيه بطريقه سليمه، خاصه في قطاع التعليم والصحه. وكشف بان بعض الخلاصات عن رغبه السكان في تعزيز الديمقراطيه التشاركيه المحليه، ومؤكد على ان المواطنين كيرغبوا في استشاره معهم فيما يهمهم من امور. قال بان المدن المغربيه غنيه بالمؤهلات البشريه وخاصه في مجال السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد المحلي والتضامني والتراث والهويه المشتركه، وهذا الهضره كل شيء كيقولها. واضاف بان حزب التجمع الوطني الاحرار من الاولويات ديال الساكنه المتوسطه لا تتماشى دائما مع اولويات خطط التنميه الترابيه، فمثلا 70 ما يناهز 70% من الاعتمادات المرصوده للجهات كترتكز فقط في المجالات بعيده كل البعد عن اولويات الساكنه وهي الصحه والتعليم والتشغيل. اخنوش قال بان الحزب ديالو دار واحد الخطه تنمويه لرؤيه حضاريه لتنميه المواطن تعتمد على 5 محاور لتنميه المدن المغربيه، موردا ان هذه المحاور فيها الرؤيه والانطلاق من المواطن من اجل تحديد برنامج التنميه. وقال كيطالب بترسيخ اليه الاستشاره العموميه لضمان الشفافيه في تتبع الانجازات. المحاور الاخرى اللي وقف عليها اخنوش كتعلق بالرؤيه وانعاش الاقتصاد والتشغيل وتركيز الاستثمار على الخدمات الاجتماعيه ذات الاولويه، خاصه التعليم والصحه، ثم الاستثمار في الخدمات الاجتماعيه وترسيخ الارتباط بساكنه المدن. اخنوش قال بانه يجب خلق فضاءات للتعبير والترفيه والاستثمار في المساحات الخضراء واحداث مراكز اجتماعيه ثقافيه متعدده الاختصاصات وتعزيز الارتباط بالهويه والشعور بفخر الانتماء عبر اعداد رؤيه موحده للتعريف بهويه كل مدينه وتحديد رموز المدينه وابراز قصص النجاح ديال كل مدينه على حد تعبيره. زاد بان هذه المدن المغربيه فيها قصص ديال النجاح يمكن ان تعاد وتبنى، ولكل مدينه تاريخ منبثق من شيء ما، وهناك بزاف ديال الشعراء والرواس والفنانين مختصين في الثقافه والعلم، وكل منطقه لها نساؤها ورجالها خاصها تحمل
أسماء الشوارع ديالهم، وليس فقط السيراد أسماء من الشرق، رغم أنه ما عنده حتى مشكل أن يجيب اسميات من الشرق ولا من الغرب، لكن يجب أن تعطي الأولوية لرجال ونساء من المغرب. مزيان هاد الهضرة هادي وهاد الكلام كيدغدغ العواطف، واللي كتلقاه عند أي حزب من 36 حزب اللي كاينة في المغرب، بحيث كتشابه هاد البرامج. المهم في هاد الهضرة ديال أخنوش ما كملش، ما هضرش على احتكار السلطة وشكون هي الطبقة اللي مسيطرة على الاقتصاد وعلاش منتشر الفساد والرشوة، وما هضرش على حرية التعبير وحقوق الإنسان والناس اللي كدير إضرابات على الطعام، وما تكلمش على دعم قطاع الصحة والتعليم بشكل يعني مفصل، واشنو موقفه من سرطان الخصاصة اللي كان كاع هاد القطاعات واللي الناس دارت عليه لاباس. خطاب المجاملات اللي مشى فيه عزيز أخنوش وهو كيستعرض البرنامج ديالو والحزب ديالو ما كملش على ارتفاع مؤشر ديال البطاله في المغرب من 1.8 الى 11.8 خلال عام واحد اللي هو 2020، وما هضرش على الاعتمادات المرصوده للمدن والجامعات وشكون اللي سحقها واشنو موقفه صراحه من الفساد اللي خطى البلاد ومن تقارير دريج جطو، وما قالش ولو كلمه بسيطه وصغيره على المسؤوليه والمحاسبه شدته اللقوة. المهم في هذا البرنامج الانتخابي اللي حاول يقدم بنوع من الدعاية والتسويق مع حضور مواقع وجرائد باش دير لي شوية ديال المكناج المكياج، عزيز أخنوش حاول يقدم أو اختار أو اختاروا فقط النقاط المهمة اللي كتعجبه واللي كتدغدغ العواطف وقفز على المحاور المهمة. خلاصة القول، هضرة انتخابات والبرامج ديالها كتبقى مجرد كلام الليل المعسول الذي لا يمحوه لكي يمسحوا ضوء النهار. الله يجيبنا على خير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.